تعليق له على جريمة قتل السائحة النرويجية وصديقتها الدنماركية في منطقة شمهروش، قال الفقيه السلفي محمد القباش: إن الذين ذبحوا السائحتين كان مقربين ولا علاقة لهم بالتدين. وقال حماد القباج القيادي بمنظمة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية في تدوينة بصفحته الخاصة على موقع فيسبوك، في تعليقه على حادث ذبح السائحتين النرويجية والدنماركية، أن الذين ذبحوا السائحتين مرضى قبل أن يكونوا متطرفين. وأضاف القباج في وصف المتهمين الثلاثة بالجريمة الإرهابية أنهم مرضى نفسانيون لا يجدون ما يسكنون به الاختلال النفسي إلا بأفعال متطرفة من ذلك القبيل، وهي حالة شبيهة بحال أولئك الذين لا يهدؤون إلا بتناول نوع أو أنواع من المخدرات، وهكذا أصحاب هذا المرض يجدون في الأفكار والسلوكيات المتطرفة مسكنا لإلامهم. ولم يستبعد الشيخ المراكشي في تدوينته أن يرتكب مثل تلك الجريمة شباب مقرقبين لا علاقة لهم بالتدين، وأثناء الجريمة رددوا ألفاظا دينية. يذكر أن المصالح الأمنية المغربية تمكنت يوم الخميس من إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه فيهم بمراكش من داخل حافلة لنقل المسافرين بالقرب من المحطة الطرقية بمراكش، وتم إلقاء القبض على الثلاثة بعدما جرى توقيف المشتبه به الرابع يوم الثلاثاء بنفس المدينة. وحسب المعطيات المتداولة فإن المشتبه فيهم تم القبض عليهم بعدما جرى تغيير هيئتهم، وذلك بحلق لحاهم التي ظهروا قبل أن يرتكبوا الفعل الإجرامي بذبح السائحتين وفصل رأسيهما عن جسديهما.